خبرا للموجة الثالثة التي تجتاح العالم. حافظوا على صحتكم، حافظوا على سلامتكم، حافظوا على ارتداء الكمامات. الوقاية خير من العلاج. تم استئناف عملية التعقيم والتحسيس على مستوى مدينة إليزي هذا اليوم لتنتشر هذه العملية ولتعم مختلف البلديات الباقية. حملة تعقيم راح تمس المؤسسات المستقطبة للجمهور، وإن شاء الله راح تكون أكيد بتنسيق مع عديد الجمعيات الفاعلة بولاية إليزي. الهدف من هذه العملية أولا التحسيس والتوعية، بالإضافة إلى تطهير الأماكن والمرافق المستقبلة للجمهور. وتدخل هذه العملية التي تعد مستمرة تكملة للعمليات التي قمنا بها سابقا في هذا المجال.